أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك. تعتبر هذه رابع سنة نحتفل فيها بهذه الفعالية. هدفنا هو التواصل مع الجمهور وتوضيح للجمهور ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم، ما هي الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور. وتواجدنا إن شاء الله هاي السنة كان لمدة 4 أيام. تم استقبال عدد كبير من الشكاوي مقارنة بالسنوات الماضية. تم توعية الجمهور بأهداف الهيئة بقنوات التواصل مع الهيئة وخاصة مع إدارة حماية المستهلك، وأيضا توضيح لهم ما هي الأطر التنظيمية وما هي القوانين وما هي القواعد التي تمت إصدارها عن طريق الهيئة. بإمكان الجمهور التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات تقديم الشكاوي عن طريق الخط الصخر 103، عن طريق برنامج أرسل، وعن طريق CRA قطر تويتر أكاونت، وعن طريق الموقع الإلكتروني، وأيضا بإمكانهم زيارة موقع الهيئة على شارع الكرنش.